بسم الله، اختبار الصوت 1 2 3. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. أرحب بالجميع، جميع الزملاء والزميلات في المحاضرة رقم 2، وأرجو إن شاء الله أن تكون إضافة لكم. وكما هو متبع في الاتفاق، أنه سيكون إن شاء الله التركيز على محاضرتين اليوم، للمحاضرة الثالثة والرابعة إن شاء الله من الرمضان. ومن ثم في قبل نهاية المحاضرة سنأخذ إن شاء الله أسئلة أو أسئلة مراجعة. بس حبيت أتأكد إذا الصوت واضح، إذا سمحتم اللي يسمعني بس يكتب إذا الصوت واضح. شكرا شكرا. فطبعا وصلنا في المحاضرة الثانية أمس، أو المحاضرة رقم 2، إلى طبيعة ومجال الأعمال الدولية. هناك بيئة مختلفة عن الإدارة المحلية للشركات. فالأعمال الدولية فيها فلسفة وفيها طبيعة لأعمال قد تكون تختلف بشكل جذري عن الأعمال البيئة المحلية. فوصلنا في العنصر الثالث اللي هو أن كل دولة لها بيئة مختلفة، معاييرها ومتغيراتها الموجودة تختلف بالنسبة للشركة الدولية. فلذلك كل دولة لها اقتصاد ولها قانون ولها يعني أنظمة سياسية تختلف عن الدولة الأخرى. حتى لو كانت في منظمة مفتوحة زي الاتحاد الأوروبي، سوق مفتوح، إلا أن كل دولة لها يعني أنظمتها المختلفة، مهما تقاربت فهي تختلف. فمحاضرتنا اليوم إن شاء الله حتستكمل طبيعة ومجال الأعمال الدولية. العنصر الرابع أنه على الشركة الدولية إذا ما أرادت النجاح في أعمالها أن تقوم بالدراسات، الدراسات، الأبحاث، كما تعملها الشركات داخليا، مثل الدراسات الجدوى مثلا أو دراسة السوق. فالدراسة بالنسبة للشركة الدولية تكون يعني بشكل أعمق ومعقد، والمخاطرة على، فلذلك تحتاج هذه الشركة أن تدرس بيئة الأعمال أو الاستثمار الخارجي. من هذه البيئات أيضا اللي هي يعني قد تكون مختلفة الأنظمة القانونية. ماذا نعني بالأنظمة القانونية؟ عليكم السلام. ما هي الأنظمة القانونية اللي تحتاج الشركة أن تعرفها؟ أعطوني يعني أي تصور ماذا يعني بالقانون في دولة مختلفة. ممتاز. طبعا السياسة هي موضوع يعني مختلف شوي، ولكن القانون، احنا قوانين الدولة. ممتاز. يعني ما هي القوانين التي تحكم هذه الدولة؟ فنحن في المملكة، ما هي القوانين؟ ممتاز. قوانين العمل، ما هو القانون اللي نعتمد عليه في المملكة العربية السعودية؟ ممتاز. القانون التجاري بالنسبة للأعمال التجارية، الشريعة. لذلك من الأهمية مكان أن يعرف ما هو القانون الذي تعتمد عليه هذه الدولة، وكيف التعامل معه، ما يغطي، وما هي المرجعية فيه. معدلات التضخم، ماذا نعني بالتضخم؟ هل قيمة العملة مساوية، يعني متضخمة مثلا، أو مساوية لما يعني يتم التبادل فيه مثلا في الدول الأخرى؟ فلذلك إذا كان هناك تضخم عالي فتقل نعم تقل قيمة هذه العملة والقوة الشرائية لها. هذا اللي يقصد فيه التضخم. الاستقرار السياسي،
هل هذه الدولة مستقرة سياسيا أو فيها تقلبات أو ظروف. يعني في بعض الدول حقيقة تواجه اضطرابات سياسية، فيكون يعني سواء انقلابات أو تغير مثلا الحكومات. طبعا هذا التغيير في هذه الحكومات يترتب عليها الاتفاقيات الدولية، التزام بها، عدم الالتزام. كان إلى يعني فترة قريبة فنزويلا تستضيف كثير من الشركات البترول، مثلا زي شيل، فيليب كونكو، بريتش بتروليوم. فهذه الشركات لما تغيرت الحكومات وجاء عصر شافيز وحكومته، بدأت تفرض أنظمة وقوانين على هذه الشركات، وعندما لم تخضع هذه الشركات لإرادة هذه الحكومات تم تعميمها وطرد هذه الشركات من فنزويلا. فلذلك هذه يعني البيئة السياسية خطيرة جدا، لأنها يعني فيها خسارة لرأس المال. أيضا تتميز طبيعة الأعمال الدولية بسمة تنفرد بها، وهي أن تعمل في ظروف عدم التأكد، يعني المجهول. ليس هناك كمية من المعلومات لدى الشركة بحيث أنها تتأكد من اتخاذ القرارات. نعم، متغيرة. فلذلك عدم التأكد، أيضا الإدارة في عدم التأكد الدولية تكلفتها عالية جدا. فلذلك المعلومات التي تصل إلى المدراء الدوليين تكون قليلة، ويبنون قرارات على هذه المعلومات القليلة والشحيحة، ويترتب عليها مخاطرة. طبعا تمارس الشركة الدولية قواعد اللعبة. طبعا لما نسمع قواعد اللعبة، هذه مأخوذة من المصطلحات الإنجليزية، you have to know the game, the rule of the game. لازم انك تعرف قواعد اللعبة في السوق الدولية. كل الشركات العالمية او الدولية ومتعددة الجنسيات او الكونية يعني لاعبين دوليين. كيف لاعبين؟ معناته انه يعني ما هي طبيعية الإدارة فيها، هم يعتبرون لاعبين زي اللاعب في الاحتراف الدولي، فلا بد ان يكون عنده مهارات، لا بد ان يكون عنده تنافسية عالية جدا. فيعني لا بد ان يكون هلا اللاعبين يعرفون الظروف الغامضة والمتناقضة. لما نقول غامضة بسبب عدم وفرة المعلومات. فنحن في المملكة العربية السعودية إذا عندنا شركة محلية، يعرف العملة، يعرف طبيعة المجتمع، يعرف السياسة، يعرف القوانين، قوانين العمل وقوانين التجارة وما إلى ذلك. ولكن بحكم أنه الشركة تأتي إلى مثلا دولة جديدة أو استثمار جديد، فهي تنقصها الكثير من المعلومات، وهذه المعلومات تكون يعني توفر مثلا بيئة أو تكون في بيئة ضبابية ليست واضحة. أيضا متناقضة، معناته متناقضة معناته أنه أنت الآن تخضع إلى يعني قرارات اليوم تكون هذه القرارات غير معمول بها غدا، فلا بد أنك تتعاطى سياساتك تتعاطى مع هذه القرارات. طبعا احنا في المملكة العربية السعودية وقعنا اتفاقيات دولية، فهذه الاتفاقيات الدولية يعني تجبر متخذي القرار والشركات العالمية اللي تستثمر في المملكة إلى تحديث سياساتها. وقد تكون هذه السياسات متناقضة نوعا ما بسبب التغيير في الأنظمة أو المعاهدات الدولية، فلا بد أن يكون فيها تكيف. طبعا منظور رقم 7 في طبيعة الأعمال مثلا الدولية أو مجالها، أنه منظور الأعمال الدولية ينطوي على معنى معقد. كيف نقول المعقد؟ ليس واضح، يعني في قلة معلومات، في يعني إدارة محلية في البلد الأم، واستراتيجيات وأهداف تحتاج أنها تكون متكيفة ومتغيرة في دولة،
ومتغيرة أيضا في دولة أخرى. فلا يعني لابد أن الشركة تكون يعني تحس بالبيئة وتتغير بناء على هذا الإحساس أو المحسوسات اللي هي في البيئة، بيئة الاستثمار الدولية. فإذا كانت مثلا سابق تستثمر في الصين، فالصين بطبعها معقدة الاستثمار فيها. في نفس الوقت سابق تستثمر في أوروبا، فأوروبا لها تعقيدات أخرى تختلف عن السوق الصيني. فلذلك سابق لابد أن تكون مهيئة بأنها تتعامل مع هذا المستوى من التعقيد الإداري، الاستثماري، المالية، المحاسبة اللي تختلف التكنولوجيا. طبعا هناك تكنولوجيا يعني مختلفة في الصين تختلف عن أوروبا، هناك مقاييس تختلف في أوروبا عنها في الصين مثلا أو في آسيا. فطبعا الفلسفة الإدارية الدولية أيضا معقدة، لأنها يعني تبدأ من الإدارة العليا. لماذا؟ لأنه اللي يتخذون القرار بالاستثمار الدولي وعبر الحدود والانتقال إلى دولة أخرى ليس الموظفين وليس المدراء، وإنما الإدارة العليا، أصحاب القرار، سواء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. فالإدارة الدولية فيها مخاطر ضخمة جدا، فيها استثمار لرؤوس الأموال. فلذلك تستلزم الشركة مثلا أنها تكون على مستوى هذا التحدي، فيبدأ المستوى من الإدارة العليا. يعني الهرم يختلف في الإدارة المحلية بحيث أن يكون مقلوب، بحيث أن الإدارة العليا مثلا تبدأ في مثلا الإدارة الدولية، لكن في الإدارة المحلية قد تبدأ مثلا من الإدارة الوسطى أو حتى الإدارة اللي هم الدنيا. فالإدارة العليا هي من تضع هذه الاتفاقيات، من توقعها، من تعتمدها، وبالتالي تضع خطط واستراتيجيات وإرشادات لخارطة الطريق، يعني تسهل هذه الشركة مثلا الانتقال إلى بيئة الاستثمار الجديدة، ومن ثم التعامل مع البيئة والنجاح فيها والمنافسة. طبعا دمج المنظور الدولي في قائمة الأهداف الأساسية للشركة يساعد المديرين على مختلف المستويات في التركيز على الفرص والمخاطر. طبعا الفرص والمخاطر هي مأخوذة من نموذج الفرص أو السوات أناليسيس، يمكن مر عليكم في الإدارة الاستراتيجية، مر عليكم السوات، هي نقاط القوة ونقاط الضعف، الفرص والتحديات. نعم، في جزء من السوات أو نقاط القوة داخلي، سؤال لكم، ما هو الجزء الداخلي وما هو الجزء الخارجي في السوات أناليسيس؟ Strengths, weaknesses, threats, opportunities. الداخلي ممتاز، اللي هو نقاط الضعف والقوة، ممتاز. والخارجي اللي هو الفرص والتعديل. طبعا ممتاز ممتاز. فلذلك الداخلي هو ما يخص الشركة الدولية، هل نحن لدينا القوة أو عندنا ذيك المنافسة، ما هي مواردنا، ما هي نقاط قوتنا، ما هي نقاط الضعف عندنا، هل لدينا أيدي عاملة، هل نحتاج إلى مواد أولية، هل نحتاج إلى مثلا خبراء. هذه هي توازن هذه الشركة نقاط القوة والضعف، وتعتبر داخليا. الخارجيا ما هي التحديات؟ التحديات مثلا المنافسين في السوق الدولي، الفرص مثلا نحن لدينا مثلا العمالة، الأيدي العاملة، لذلك يعني نستطيع أن نغزو مثلا الأسواق العالمية، لدينا براءة اختراع، لدينا مثلا موارد. مثلا في سابق
من الميزة، من يقول لي مثلا شابك ماذا لديها من مثلا نقاط قوة؟ شابك، نقاط قوة شابك الداخلية مثلا. رأس مال ضخم، ممتاز جدا. طيب الضعف مثلا في شابك، شابك يؤخذ على أنه ضعيف في إيش مثلا؟ في العمالة. أوكي. ممتاز. ممكن الأيدي العاملة في تخصصات معينة. تحتاج شابك أيضا إلى حلفاء في التقنية، حلفاء مثلا في الاستراتيجيات، حلفاء في دخول الأسواق. لذلك شابك قد تكون عندها نقص في معرفة في الأسواق الصينية، فلذلك استعانت بسينبوك اللي هي شركة صينية على أساس أنها تستطيع شابك أنها تخترق السوق الصيني، لأن السوق الصيني معقد جدا. فلذلك لديها ضعف في هذا الجانب، قدرت أنها تستطيع أنها تغلب عليه بالتحالف مع شركات عالمية للدخول إلى هذه الأسواق. طبعا المرحلة الأولى لتحول الشركة المحلية إلى دولية مثلا تمارس الأعمال تبدأ من صياغة الفلسفة العامة لكل شركة. فلسفة، ماذا نقصد بالفلسفة؟ فلسفة الشركة. التوجه. نعم ممتاز. ما يعني طريقة إدارتنا لكل شركة، نظامها، فلسفتها، يعني نظرتها للبيئة الخارجية. هنالك شركات محلية لا يعني لا ليس لديها محفز أنها تخرج خارجية، لذلك فلسفتها تختلف. فننظر إلى فلسفة هذه الشركة، هل نستطيع أنه مثلا نصيغها بحيث أنه يوضح لنا مثلا هل لدينا مثلا رسالة، رؤية لدخول هذه الأسواق الدولية ولا لا؟ يعني فننظر لهذه الفلسفة، الأهداف هل هي جاهزة مثلا وتساعدنا. يعني بعض الشركات تبدأ وتموت وهي محلية، ليس خطأ ولكن هذه فلسفتها. لذلك الفلسفة الشركة الدولية تختلف بحيث أنها تنظر أنه عندها مدراء، تنظر للسوق العالمي أنه فرص أكثر من التهديد، لذلك تختلف هذه الفلسفة. نأتي إلى تعريف الأعمال الدولية. ماذا نقصد بالأعمال الدولية؟ نشاط. ممتاز. نشاط تجاري. أوكي. الأعمال الدولية نعم ممتاز. طبعا الأعمال الدولية هو النشاط التجاري، في تجارة، في خدمات، في سلع تخرج خارج الحدود، فهو نشاط تجاري يتعدى مداها الجغرافية للشركة المحلية، سواء بهدف الصناعة أو للتجارة أو للخدمات. فلذلك هي لدى الشركة نية أو غاية في دخول السوق الدولي. طبعا الأعمال الدولية لها ميزة معينة بحيث أنه هي المظلة الكبيرة اللي داخلها الإدارة الدولية. فلذلك الأعمال الدولية فيها تجارة وفيها صناعة، ولكن الإدارة الدولية هي جزء منها. فلذلك نقول أنه الأعمال الإدارة الدولية جزء من الأعمال الدولية المظلة الكبيرة. وهناك تعاريف كثيرة، منها بأنه نشاط زي ما تفضل زملائكم تجاري يتعدى مداه وانتشار الحدود الجغرافية لصانع أو تاجر الخدمة أو السلعة. أيضا تعرف بأنها معاملات، معاملات معناته أنه تعامل مع شركات، مع دول، مع تحالفات، أنشطة مثلا للشركة مثلا، رقابة، موارد بشرية،
مع جهات مثلا حكومية أو خاصة أو منظمات مثلا ربحية أو غير ربحية. طبعا الغاية الغالبية للشركات أو في الأعمال الدورية أنها لغرض الربح، ولكن هناك جانب أيضا غير ربحي، سواء ما تقوم به المنظمات الدولية زي منظمة الإغاثة أو الصليب الأحمر أو البنك الدولي أو الحكومات الدولية في الإغاثة الدولية. فلذلك هناك ربح وغير ربحي. طبعا مفهوم الإدارة الدولية International Management Concept هي العملية الإدارية المستمرة والشاملة. لما نقول مستمرة فإنه تنتفي الإدارة الدولية إذا ما كانت إذا كانت مؤقتة. إذا كانت مؤقتة لا ننظر لها إدارة دولية، فلذلك ينظر لها أنها مؤقتة وليست إدارة دولية. فلا بد أن يعني تتصف الإدارة الدولية بالاستمرارية والشمول. ماذا نعني بالشمول؟ ما تستطيع أنك تدير دوليا إذا ما تستطيع أنك تدير الموارد البشرية، أو ما تستطيع أنك تعمل رقابة دولية، أو ما تستطيع في الإنتاج مثلا. ولا يعني طبعا اللي يسأل عن اللغة الإنجليزية لست مطالب باللغة الإنجليزية، ما أقول هنا لست مطالب به، ولكن هذا في المقررة اللي موجود عندي أو اللي ذكرها التسجيل الريكوردين مثلا أو المسجل لكم في اليوتيوب. فهي تستهدف صياغة تطبيق استراتيجيات الأعمال المتكاملة وقادرة على تمكين المنظمة من المنافسة دوليا بكفاءة وفعالية. طبعا كل كلمة من هالكلمات لها تعريف. فلما نقول مستمرة، إذا كانت مؤقتة لا تعتبر إدارة دولية، إذا كانت مختارة في جزء معين لا تعتبر أو مركزة على مثلا على التسويق فقط لا تعتبر مثلا في الإدارة الدولية وإنما جزئية. لابد أن تكون شاملة لجميع أنشطة الشركة الدولية. طبعا صياغة وتطبيق الاستراتيجيات، كيف نصوغ الاستراتيجيات؟ لابد أنها تصاغ مثلا من قانونيين، لأن هناك عقود لابد أنها تكتب وتراجع ويوافق عليها. طبعا هناك قوانين دولية في الشركة الأم لابد أنها تراعي مثلا في الدولة المستضيفة قوانينها، فلا بد أن تكون هذه الصياغة تناسبها، لأنه قد تكون هناك لغة غير مقبولة في هذه الدول. يعني تطبيق الاستراتيجيات، هل مثلا هل هي قابلة للتطبيق أو غير قابلة، هل هي مثلا متكاملة أو غير متكاملة، قادرة على تمكين المنظمة من المنافسة، ماذا نقصد بالمنافسة؟ بأنه مثلا نستطيع بأن نستخدم مواردنا يعني أقل التكاليف، نستطيع بأننا يعني ننافس الآخرين في السوق الدولية، فنحتاج إلى كفاءة عالية. هذه الكفاءة مثلا في استخدام الموارد بطريقة تمكننا من المنافسة، بطريقة مثلا يسمونها effective and efficient، efficiency and effectiveness. فلا بد أن يكون فيه كفاءة وفعالية. الفعالية ما هي غايتنا؟ فالفعالية أشمل من الكفاءة. إحنا لدينا كفاءة مثلا في الموارد البشرية، لدينا كفاءة مثلا في المواد الأولية في إدارة السوق الدولية، ولكن هذه الكفاءة لابد أنها تكون تواكب البيئة المحلية مثلا في الدولة المستضيفة، في الدولة اللي استضافتنا، فلا بد أن نكون فعالين. قد نضع جميع الاستراتيجيات الممتازة في العالم، ولكن هل هي قابلة للتطبيق ولا لا؟ طبعا أنشطة الشركات، طبعا أنشطة الشركات الكونية، وطبعا هذه الكونية طبعا حنجي لتعريفها إن شاء الله لاحقا. الشركة الكونية هي الشركة التي لا جنسية لها، ليس لها جنسية. لما نقول متعددة الجنسيات نجي إن شاء الله شرحها تفصيل في محاضرات قادمة. متعدد الجنسيات معناته أن أكثر من جنسية دولة، مثلا
سابق لديها جنسية صينية ولديها جنسية أوروبية بالإضافة إلى السعودية. الكونية ليس لديها جنسية، مثل نسلة أو ما تسمى بنستلة، نسلة شركة سويسرية ليس لديها جنسية، فلذلك احنا نأخذ الحليب من شركة نسلة ولا نعرف من وين جاية نسلة. طبعا تستهدف الربح، تستهدف الربح، الغرض من خروجها من الدولة الأم للبحث عن ربح، هي وجدت لم تجد منافسة أو كانت قوية، السوق لم يستوعبها. فنسلة، شركة نسلة في سويسرا حجم السوق اللي هي استثمارات نسلة ولو أنها شركة سويدية 1%، 99% العالم. فنسلة تستثمر في العالم من ضمن أسواقها السعودية، فلذلك هي تستهدف الربح في العالم. فالسوق السويسري لا يمثل لشركة نسلة إلا 1%. طبعا وظائفها تستهدف الربح، وظائفها مثلا توظيف هذه القوة، مثلا زي ما نقول مثلا قوة الشركة مثلا، والفرص في الدول المستضيفة، نوظف مثلا استراتيجياتها، نوظف رؤوس الأموال، نوظف مثلا الإدارة الدولية. طبعا بدراسة التعريف السابق يتضح مثلا أن الأعمال الدولية تتعلق بالاستثمار في بلد آخر، نحتاج إلى أن نبيع ونشتري، نتبادل السلع، نقدم خدمات مثلا عبر الحدود في دولتين أو أكثر. فلذلك التعقيد يبدأ من اختلاف هذه البيئات الأعمال، يبدأ من أنك تتعامل مع دولة تستخدم الشريعة مثلا في التعاملات. هناك قانون تجاري صحيح، ولكن مرجعنا في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة، نتعامل أيضا مع القانون الدولي. فلذلك المملكة لما توقع اتفاقيات مثلا جنيف مثلا، أو المعاهدة مثلا الاستثمار الدولي، أو البراءات الاختراع، فنحن ملزمين دوليا مثلا بهذه الاتفاقيات، ويتم إدخالها إلى التشريع في المملكة العربية السعودية، لذلك ملزمين بهذه التشريعات. فلما تجي عندنا دولة قبل ما تدخل مثلا تقول هل المملكة العربية السعودية موقعة على معاهدة مثلا جنيفا كونفنشن مثلا، فنقول نعم هي موقعة، لذلك تطمئن هذه الدولة وهذه الشركة التي تستثمر في المملكة العربية السعودية. هل نحن أعضاء في منظمة التجارة العالمية؟ نعم. هل نحن موقعين مثلا على حقوق الملكية الفكرية؟ نعم. ليش؟ لأنه فرضا لو جات عندنا ويندوز وإحنا صرنا ننتهك حقوق ويندوز مثلا ونبيعها، ولا مثلا نعطي الحقوق مثلا، تخسر ويندوز فتخرج من السوق. طبعا في شركات كثيرة خرجت من السوق الصينية لأنه لم تراعي مثلا حقوق الملكية والفكرية. أيضا في الدول مثلا في أفريقيا ما تدخل فيها كثير من الدول الغربية مثلا اللي لديها براءات اختراع حتى لا يتم انتهاكها. فلذلك تحتاج أنها مثلا تنظر هذه مثلا إلى طبيعة هذه الدول والتنظيم اللي ملتزمة به. الأعمال الدولية أيضا ليست عمليات عابرة تتوقف بانتهاء العمل أو الاستثمار أو الصفقة التجارية، وإنما هي دائمة ولصاحب العمل تأثير فاعل فيها. فلذلك زي ما ذكرنا أنه هناك ديمومة مثلا أو استدامة للعمل الإدارة الدولية، فليست عابرة، تحتاج هذه الشركة أن تستثمر. فقلنا أنه مثلا لما يصير في استثمار مباشر زي مثلا إيكيا ضخت، هي شركة سويدية، ضخت مبالغ ومعرفة وقدرات في السوق السعودي عن طريق استثمار مثلا بشركة إيكيا السويدية، فأوجدت مباني، اشترت أو استأجرت أراضي، بنت. فهذه الرؤوس الأموال مثلا ليست عابرة، وإنما تستهدف فترة طويلة جدا. نحتاج ننظر الوقت. أوكي، ممتاز. طبعا المنشآت صاحبة الأعمال تنفذ عملياتها عبر حدود دولتين أو أكثر.
أما المنشأة صاحبة الأعمال المحلية فتكون عملياتها داخل حدود الدولة الوطنية. فلذلك التعقيد يأتي من أنظمة الموارد البشرية. فبدل ما نعتمد على نظام العمل والعمال، نحتاج إلى مثلا نظام العمل الدولي. ليش؟ لأنه يحكم نظام العمل الدولي مثلا الشركة اللي تعمل عندنا مثلا بأنه لابد أنها تكون مثلا في ساعات عمل محددة، فما أشغل العامل أكثر من 8 ساعات اللي هي معترف فيها دوليا. إذا رحت أنا بشتغل مثلا في أوروبا فيحتاج أني أنا أعطي مثلا بريكس مثلا، أو إجازة راحة، أو إجازة للعمل، أو إجازات عمومة، أو إجازات يعني مرضية، أو إجازات مثلا للأعياد الرسمية في هذه الدول. فلا بد أن تدخل هذه الأنظمة والقوانين إلى سياسة الشركة، ولا بد أنها تواكبها. أيضا نأتي إلى أن الأعمال الدولية تتكون من نوعين من العمليات التشغيلية. لما نقول تشغيلية هي اللي تكون على أرض الواقع، الشركة تشغل وتقوم بالعمل التطبيقي. فهناك النوع الأول هي العمليات الاقتصادية. ماذا يقصد بالعمليات الاقتصادية؟ ممتاز، انتقال. العمليات الاقتصادية هو ما تقوم به الدولة، ما تقوم به الشركة من تجارة، من تبادل لرؤوس الأموال، من مضاربات مثلا، من معاهدات، من عقود أو استثمارات أو قروض. فلذلك هي تقوم بأشياء اقتصادية في الدولة المستضيفة. تقوم الشركات الدولية أيضا بالاستيراد والتصدير من وإلى دولة أخرى. طبعا هنأخذ إن شاء الله بداية كيف تبدأ الشركة بالخروج من البيئة المحلية. تبدأ من البداية من عملية اللي هي التصدير. فتبدأ في اختبار الأسواق عن طريق معرفة تقبل بضاعتها مثلا في السوق الدولي، فتصدر مثلا. يعني شركة المراعي أول ما بدأت تستكشف الأسواق الخليجية مثلا والعربية، بدأت تصدر منتجاتها، ثم بدأت أنها تنتقل إلى الدول الأخرى بعد ما طبعا وجدت هذا التقبل. طبعا هناك نموذج يسمونه أو موديل يسمونه أبسلا موديل، هو مأخوذ من جامعة اسمها أبسلا. فهذا النموذج يقول أنه أي شركة تبدأ في الدخول الأسواق الدولية حيبدأ من التصدير، ثم يبدأ من عملية مثلا يعني فتح فرع أو انتقال المدراء، وبعد ما يفتح الفرع مثلا تنتقل الشركة وتفتح مركز رئيسي، فتبدأ بالتدرج. فالنوع الأول من العمليات التشغيلية العمليات الاقتصادية. النوع الثاني هو عملية التفاعل. فبعد احنا ما نسوي في الإجراءات مثلا اللي هي الاقتصادية، مثلا نسوي عقود أو نسوي مثلا مصانع وإنتاج ومعاهدات وما إلى ذلك، هناك جانب غير واضح اللي هو الجانب التفاعلي للشركة. فهي تتفاعل مع المجتمع، تتفاعل مع الثقافة، تتفاعل مع المتغيرات الغير يعني تجارية أو اقتصادية. فقد تنجح اقتصاديا ولكنها تفشل اجتماعيا في المجتمع، لا يتقبلها المجتمع. وهناك كثير من الشركات أخرجت من أسواق عالمية أو دولية بسبب أنها لم تتفهم حاجة المواطنين أو خالفت الثقافة فطردت من هذه الأسواق، مع أنها كانت ناجحة اقتصاديا. حدث في أسواق آسيوية، حدثت أيضا في أسواق مثلا أفريقية وما إلى ذلك. فلذلك لابد أن يكون الشركة لديها يعني اهتمام بالجانب الثقافي والمجتمع في احتياجاته، لا تنتهك
الحقوق، لا تنتهك السيادة، لا تنتهك اللغة، لا يعني حتى بالدعاية، مثلا لما تسوي مثلا دعاية بالشارع، هذه النوع من الدعاية لا تنتهكها. طبعا في دعايات استخدمت ألفاظ مثلا معناها بالإنجليزي مثلا يختلف بالنسبة للماندرين مثلا في التشاينيز، فتلقى أنه يصير في غضب من الشعب عليها لأنه انتهكت لغتهم مثلا، أو لم تستخدم مثلا الترجمة الحقيقية اللي هي المفروض أنها تتفاعل. طبعا احنا انتهينا اليوم لنهاية محاضرتنا بالنسبة للمحاضرة الثالثة، ونبدأ في وضع الأسئلة مثلا للمراجعة. فنقول مثلا من الأسئلة يعني ماذا يؤخذ مثلا؟ طبعا هو احنا نشرح ما هو المقصود اللي يقول مثلا انت تتشعب في اكثر من جزئيه. طبعا الغرض باني انا اوصل لك الفكره اللي هي اللقاعات المرئيه، يعني مثل امثله مثلا سابق هي تشرح لك ماذا اعني بانه السوق يكون معقد. انا اوصل لك الفكره. جميل هذا السؤال، انا بالعكس انا احب اني انا اخذ منكم هذه الاسئله، لكن لا، ما ياخذ اي شيء ما هو في المرئيه ولا هو في يعني متطلب مثلا في يعني التفصيل اللي ذكر مثلا او تسجيل المرئي، ما ياتي اي شيء ما هو موجود في المرئيه ما ياتي. ولكن انا استخدم هذه الامثله اللي سابق او للكلمات مثلا اللي شرحها لابسط لك الفهم، لأن هناك أناس يفهمون وهناك من يحفظ. فلذلك لما أقول مثلا السوق معقد فأقول أن الصيني يختلف عن السعودي. جميل جدا. طبعا يعني خلينا نقول ما كيف نعرف الإدارة الدولية؟ ما المقصود بالإدارة الدولية؟ هذا واحد من الأسئلة. ممتاز، أوكي، نشاط العملية الإدارية مستمرة، ممتاز، يعني فيها استمرارية، أوكي، وشاملة، هذه هي العملية الإدارية المستمرة والشاملة، ممتاز. طيب، السؤال الثاني، تتم الأعمال الدولية مثلا في ظروف يعني يظهر عليها التأكد والوضوح، أو الوضوح التام أو عدم التأكد والغموض. ممتاز، ممتاز. طيب، أخذنا أيضا الأعمال التشغيلية للأعمال الدولية، من ضمنها العمليات مثلا خلينا نقول الثقافية أو الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، إيش اللي أقرب للإجابة منها؟ ممتاز. ممتاز. طيب، نسأل أيضا طيب لما نقول الكفاءة والفاعلية ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بالكفاءة والفاعلية؟
الكفاءة والفاعلية. قدرتها ممتاز. نعم. الكفاءة نستخدم الموارد يعني بكفاءة عالية بأقل التكاليف بأسرع وقت، يعني ما نحتاج مثلا الفاعلية مثلا نقوم بالعمل كما هو متطلب، كما خططنا له مثلا، كما وضعنا أهدافه. أوكي، فإيش اللي يكون أشمل، الكفاءة ولا الفاعلية؟ نعم الفاعلية. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نأتي أيضا، طبعا تقوم الشركات بدراسات، طبعا يعني إيش المناخ اللي هي تدرسه الشركات الدولية على أساس أنها هي تستثمر دوليا، إيش تحتاج تعرف في البيئة، في البيئة المضيفة مثلا. ممتاز ممتاز ممتاز. نحتاج أن نعرف القانون زي ما تفضل زملائكم، نحتاج مثلا نعرف ما نوعية هذه السياسة في هذه الدولة، هل هي جمهورية مثلا أو مملكة، هذا يحدد مثلا الاستقرار السياسي. نعم، هل هناك استقرار، هل هناك انقلاب كل فترة وأخرى، هل هناك مثلا تغيير في الحكومات بطريقة غير واضحة مثلا، لأنه كل رئيس مثلا يجي يعني يلغي الاتفاقيات، فلذلك يكون في ضرر على الشركة. معدلات التضخم، إيش المقصود ب يعني معدلات التضخم؟ ممتاز، اللي هي العملة. شكرا ملهم. القيمة أو العملة تفقد قيمتها، يعني بدل ما تدفع مثلا ريال مثلا تشتري ماء، تدفع 10 ريال مثلا على أساس تشتري نفس الماء نفس الماء. ليش؟ لأنه صارت فقدت العملة بسبب طباعتها، الشركة تطبع أوراق يعني، فهذا المقصود بالتضخم. ايضا طبعا احنا نقول انه يبدا مثلا الاداره الدوليه مثلا تبدا من المستوى الاداره الدنيا، هل هذا صحيح ولا خطا؟ ممتاز. ليش طيب الاداره العليا؟ لماذا؟ حلوين ممتاز. طيب ليش الإدارة العليا؟ معنا دقيقتين. ممتاز، لأنها التي هي تضع الأهداف، تضع الإرشادات، لأنها هي هي طبعا في شيء مهم جدا، القرار خروج الدولة كونها دولية. ممتاز، تخرج دوليا يترتب عليها أموال طائلة وقرارات على مستوى الإدارة العليا، مجلس الإدارة والمستثمرين ويعني أصحاب الأسهم وإلى ذلك، فلذلك هي لابد أن تكون على هذا المستوى من التعقيد. طبعا طبعا احنا قلنا أنه فيه تغيير اوكي، نوعين من الإدارة. العمليات التشغيلية، احنا قلنا انه تكلمنا عن العمليات التشغيلية اللي هي العمليات الاقتصادية والتفاعل. طيب ايش نقصد بالتفاعل؟ ما هو المطلوب من الشركة انها تتفاعل في البيئة الدولية؟ كيف تتفاعل؟
ممتاز. فهم ثقافة المجتمع، تقديم الشركة وهويتها للمجتمع المحلي، وعدم انتهاكها للأعراف والعادات والتقاليد في هذه المجتمعات. يعني حتى لو كانت مثلا نقول والله احنا مثلا في العالم العربي عندنا عادات وتقاليد، هل ممكن نقول والله غير يعني متوقع ان يجدها في اوروبا؟ لا، كل مجتمع لديه اعرافه وتقاليده، يعني التضامن مع الضعيف مثلا، عدم انتهاك السياده. يعني ابسط مثال اللي هي العماله. العماله لما تجي مثلا شركه عندنا، فاحنا مثلا نخاف على عمالتنا انه ما تستحوذ على الفرص الوظيفيه لشبابنا. ايضا هذا مطلوب من الشركه اللي هي تكون هناك، انها توظف نسبه معينه من او حصه من العماله في البلد المضيف. فاتمنى لكم التوفيق ومساءكم سعيد ان شاء الله. وانا موجود بالايميل مثلا اذا في احد عنده سؤال. ويعني مساءكم سعيد جميعا.